مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في قناتكم كليب أكسس، وفي هذا الفيديو الذي سوف نتحدث فيه عن لماذا تريد كندا مزيدا من المهاجرين. أولا يجب أن نكون واضحين، فالعالم لم يكن أبدا أفضل مما هو عليه الآن، وبفضل العولمة في الغالب هناك حروب أقل فأقل، والفقر العالمي ينخفض بشكل ملحوظ، ونوعية الحياة تتحسن بشكل عام. وطبعا هذا التطور لا يحدث بطريقة واحدة في جميع البلدان، ولكن هذه الحقيقة من منظور إيجابي. ومع ذلك وعلى الرغم من كل الصعاب، قررت العديد من الدول الغربية التمرد ورفض الانفتاح والتفاهم فيما بينهم. فنجد في أوروبا على سبيل المثال تنتشر الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل حزب ماري لوبان في فرنسا، وحزب ويلدرز في هولندا، وحزب هوفر في النمسا. هي أمثلة جيدة لهذه الموجة الجديدة التي وصلت أيضا إلى دول مثل فنلندا والدنمارك وألمانيا والمجر، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى. وحتى هذه المعتقدات المناهضة للانفتاح على العالم هي من ساعدت ولو نسبيا في نجاح البريكسيت في بريطانيا. هذه الأفكار هي وليدة الخوف من الإسلاموفوبيا، على الرغم من حقيقة أننا نعيش في مجتمعات أصبحت أكثر أمانا وأمنا. لكن كما تعلمون جميعا هذه الأفكار ليست مقصورة على أوروبا. فاز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية طبعا، وتحدث عن وجهات نظره التي تتعارض بوضوح مع العولمة والهجرة. عند هذه النقطة فإن أفضل سؤال يمكننا طرحه، هل هناك أي دولة متقدمة ما زالت تؤمن بالحدود المفتوحة والعولمة؟ حسناً، الجواب لهذا السؤال نعم هناك، واليوم سوف ننظر إلى واحدة من أهم هذه البلدان المتطورة المنفتحة على المهاجرين. في عام 2016 كندا رحبت بأكثر من 300 ألف مهاجر جديد، هذا الرقم قريب من نسبة 1% من مجموع كل سكان كندا. بالإضافة إلى ذلك هذه أكبر نسبة مئوية من أي دولة متقدمة أخرى. ونلاحظ هنا أن هذا ليس شيئا جديدا، فقد كان التدبير ساريا لأكثر من عقدين. ونتيجة لهذا فإن واحد من كل 5 مواطنين كنديين هو مواطن مولود خارج كندا، وهي نسبة تقارب ضعف مثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة البريطانية. فوفقا للمعهد الكندي المرموق The Evernick، فإن معظم المواطنين الكنديين حوالي 80% منهم يعتبرون الهجرة مفيدة للاقتصاد، وأنها تمثل أفضل طريقة للتعامل مع القضايا الهامة مثل شيخوخة السكان في كندا. فإذا فكرت مليا في ذلك فهذا أمر منطقي، فالعمل هو أكثر الأمور إنتاجية في البلاد، لذلك لماذا قد يودون أن يمنعوا بلدهم من النمو؟ وحتى في سياق اقتصاد ديناميكي، ما هو ضرر المهاجرين الراغبين في العمل أو إنشاء شركات أو الحصول على التعليم؟ إنه كما نعتقد جميعا شيء جيد ومفيد لأي دولة كانت. في أكتوبر 2015 أصبح جيستن ترودو رئيس وزراء كندا بعد هزيمة على غرار كل التوقعات المحافظ ستيفن هاربر الذي تولى منصبه منذ ما يقرب من 10 سنوات. ومنذ ذلك الحين هيمنت الأجندة السياسية على تصميم وتحديث سياسات البلد لتصبح أكثر مناصرة للعولمة والمهاجرين المؤهلين للعمل في كندا. أصبح ترودو نفسه، وهو طبعا من الحزب اليساري، داعيا إلى حد كبير لتعزيز التجارة الحرة والتنقل الاجتماعي. ففي سنته الأولى في المكتب وقع اتفاقا للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وأكد التزام كندا بالنقطة، على الرغم من أن أول عمل قام به دونالد ترامب هو تطمير التجارة الحرة مع أوروبا، والذي كان من المفترض أن يكون أكبر اتفاق تجاري في التاريخ. وعلى كل حال بالعودة إلى كندا، ففي غضون عام واحد أقامت هذه الأخيرة علاقات تجارية مع ما يقرب من 60% من اقتصادات العالم. ويرغب ترودو في التوسع أكثر وزيادة التجارة مع الصين، والحكومة تفعل المزيد من الأمور المتعلقة بالهجرة، حتى أنهم حددوا الهدف المتمثل في زيادة عدد المهاجرين الذين يتلقونهم كل سنة بنسبة 50%. بالنظر إلى هذه المبادئ لا ينبغي أن نتفاجأ بسماع أن كندا واحدة من أكثر الدول التزاما على تسهيل الأمور على اللاجئين السوريين، فقد استقبلت كندا أكثر من 33 ألف سوري منذ أن أصبح ترودو رئيسا للوزراء في عامه الأول. ذهب ترودو بنفسه شخصيا إلى مطار تورنتو لاستقبالهم في البلاد كما تشاهدون في هذه الصور. لكن انتظر للحظة من فضلك، إن الهجرة إلى كندا ليست مجانية، فهي أكثر تنظيما مما تعتقد، ولكن المهم هنا ليس ما إن كانت هناك متطلبات إدارية مفرطة أو لا، ولكن الأهم هو يجب أن لا ينظر للمهاجرين تلقائيا
كأنهم مجرمين، خاصة أولئك الذين يأتون للعمل أو الدراسة. وهذا هو بالضبط سبب نجاح كندا إلى حد كبير، فهي بلد يفخر بالبحث عن مواطنين إضافيين وليس مهاجرين مؤقتين. فمنذ عام 1967 يستند القبول للهجرة إلى كندا إلى نظام النقاط الذي يأخذ في الاعتبار المؤهلات والخبرة والمهارات المهنية أو معرفة اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. وبنفس الطريقة يعطي هذا النظام أيضا الأولوية لهؤلاء المحترفين الذين تحتاجهم الشركات. ويبدو أن كندا تريد جعل هذه الإجراءات أسهل مما هي عليه اليوم، ولكن المهم هو الاعتراف الاجتماعي وإدماج المهاجرين في البلاد. فوثيقة الحقوق الكندية تعترف بمفهوم تراث متعدد الثقافات، وهناك سياسات راسخة لتشجيع التكامل، والتي بالمناسبة تشجع عادة المهاجرين الجدد على عدم فقدان هويتهم الثقافية الخاصة بهم والمحافظة عليها، ويتم حتى تكريمهم على ذلك. وتبقى بالنسبة لقناتنا كليباكسيز كندا هي أفضل مكان للهجرة. في الأخير مشاهدينا الأعزاء نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، نلتقي مرة أخرى في فيديو آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.